عشان هلوم ناس قد هلوم ناس مثل هلوم ناس قد هلوم ناس يا ربنا يا سوى مسيحكم ليلة مالكم أسألكم من أسيف ربنا واحد والله شوي سنينان خلي فران جوتني مشير كريليسون كيريا فلو صلاة باك المقدس قدير المسيح من هنا ونوفر لخطينا كثير ما زمير ترتيب معلمنا بينا داود النبي الملك الطور بركات علينا أمين. دكساس مشاتني قيل معلمنا ماري يوحنا بشيرة تميز الطار بركات علينا أمين. في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان بغيره لم يكن شيء من مكان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس ونور ضاء في الظلمة والظلمة لم تدركه كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا هذا جاء للشهادة ليشهد للنور اليوم الكل بواسطته لم يكن هو النور بل يشهد للنور كان نور حقيقي الذي يدير لكل إنسان آتنا إلى العالم كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله أما الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله الذين يؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولا من مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل لكن من الله ولد والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مثل مجد ابن الوحيد لأبيه مملوءا نعمة وحقا يوحنا شهد له وصدق قائلا هذا هو الذي قلت عنه إن الذي يأتي بعدي كان قبلي لأنه حقا كان أقدم مني ونحن جميعا أخذنا من ملئه ونعمة عوضا نعمة لنا نموذج موسى عطية أما النعم الحق في بيسان المسيح صراع المجد من أبدنا من تراش مزاصنا من ما سواب جاك يا سوتو من نينان أيها النور الحقيقي الذي لك الإنسانات إلى العالم أتيت إلى العالم بمحبتك للبشر وكل الخليقة على لد مجيك خلصت أبان أدم وغاطقت من روحه من طلقات الموت وعطيتنا روح البنوة فلنسبحك نباركك قائلين أرينك يا يمن ماتي إذ ما دخل علينا وعط الصباح يا المسيح لأن النور الحقيقي فلتشرك فينا الحواس المضي الأفكار نورانية ولا تغطينا ظلمة الألم لكي نسبحك عقليا مع داود قائلين سبقت عيناي وقت السحر لا يتلو في جميع أقوالك اسمع أصواتنا كعظيم رحمتك ونجينا يا رب لنا بتحننك أنت يا أم النور المكرمة من مشارق الشمس إلى مغاربها يقدمون لك تام جداد يا وتلي السماء الثاني لك أنت يا الزهر النير غير متهرم البقية عزراء لأن الأب اختارك والروح القدس ظللك والابن تنازل وتجسد منك في أساليه أن يعطي الخلاص للعالم الذي خلقه أن ينجينا من التجارب ونسبحه تسبيحة جديدة ونباركه الآن وكلون لبد آمين. نعم نسألك يا رب اسمعنا ارحمنا في خطأنا كثيرا آمين. إليسون ماس وسوس وتبتير من تكرتور بانك تريس إليسون ماس الله ما قعنا رمصا كنا نقول بالشكر الحمد يا أبانا اللي في السماوات شليل إيرني باسية فارس کی بازی نه گونه بر وایس نیرون افاره رون اف شوب تنین رون اف تی اسویرون اف تی تو تین فنتن شاری اتایون او سای ان سوفون مارن تی اور بوس اند وانه ایرون خم بای سوفای نمنو تیرون تی بنون خن هرین نوین إن جبيبان دكراتور بشايز بنوتي روسفك ساستي
شوسي بنوتي وان تكرات هوري فيوتن بن شويسو بنوتي أو بن سوتيرسوس بخريسوس. نشكرك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال، لأنك سترتنا، أعنتنا، حفظتنا، قبلتنا إليك، أشفقت علينا وعدتنا، أتيت بنا إلى هذه الساعة. قبولك يرحمنا الله ويطرف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاة عنا في كل حين، وأن يحفظ لنا وعلينا حياة بينا البطريرك المعظم البابا الأنبا طوادروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا ثيوفيلوس، ويغفر لنا خطايانا. نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر، امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أيام وليالي حياتنا بكل سلام، مع خوف كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخافين والظاهرين. انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذا الدير وعن هذه الكنيسة المقدسة وموضعك المقدس هذا. نيزيس ناني ابن منيت ارنوب نساني امونان جنسوك بياتك تنبير شنشنان يوم جني وابن منيت شلي بنوتي
من ستير صوص بخريستوس تنتهو تنتو بنتك متغاثوس بما يرومي أذكر يا رب مرضى شعبك لنا وعليهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا يا رب فرح أعدهم بالمرح مرافة تشفيه ومن زعنهم عنا كل مرض وروح الأمراض اطردهم الذين أبطأ مطرين في الأمراض أخي معزيهم والمعذب من الأرواح النجسة يا رب اعتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت لست على المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين عزاء سائر قلوب من الذين في العاصف كل الأنفس المتضايق والمكبود عليها أعطي يا رب رحمة أعطي يا برود أعطي يا نعمة يا معونة أعطي يا خلاص أعطي يا غفر خطايا وسامية ونحن يا رب أمراض نفوسنا اشفيها والتي الأجساد عافيها أيها الطبيب الحقيقي الذي لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا يا مدبر كل جسد تعدنا بخلاصك يا رب دون فنصل الله لابد بطال كل أبو ربنا لنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر أذكر يا رب أبانا أخواتنا المسافرين أبونا أبانا أخواتنا المسافرين والذين يضمرون السفر في كل موضع لكي يسهل طرقكم أجمعين إن كان في البحار أو البحيرات أو الأنهار أو الطرق المسلوكة أو المسافرين بكل نوع لكي المسيح لنا يردهم إلى مساكنهم سالمين ويغفر لنا خطايانا يا رب رحمة والذين يضمرون السفر في كل موضع سهل طرقكم أجمعين إن كان في البحار أو الأنهار البحيرات أو جو الطرق المسلوكة أو المسافرين بكل نوع كل أحد تفضل يا رب اصحبهم في الإقلاع في المسير ردهم إلى منازلهم سالمين بالفرح فرحين بالعافية معافين اشترك في العمل مع عبيدك في كل عمل صالح ونحن أيضا يا رب يا مغربتنا في هذا العام احفظها بغير مضرات ولا عاصف ولا قلق إلى الإنقاذ يا رب قدوس الله قدوس القوي قدوس الحل حاضر الحمد قدوس الله الله قام وصل جلاء بريت مرح قدس سلام كل يوم يا رب الحمد الحمد يا رب استقل مرضى شعبك نشيم من يا قدر يا من أبلغ يا رب ارحمنا من بلغت يا رب عن أنقذ الباطن إليك لك المجرى عز تقدس المصلى يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك أمين قدس اسمك ياتي ملكوتك تكون مشيئتك في السماء كذلك في الارض خبزنا غدانا اليوم كما نحن بارستوس يسوس بنشو سامين هللويا شرين انت انت ويروس يسوع باسم نوت ومبرتن سنسيون وفينتي مصنوص مان بارستوس شرس يتصميتين عن بيوين طالمي بارستوس بنو تدي بارتن سواب Ivarsenos Maria Emtise O oh.
تي نتروني قريب رزبابي يا زعيم النبي وعلي نياتي من جيل الدين أحياء الأموات
خذ يا اسلام ممكن انقطاع امن بالروح القدس رب المحيا المسلم الهاب من الجبار المجد ومع الهاب وابن الله ذكر الانبياء في ساحل القدس يا عاصفية نادر المضيع واحد من في الخطايا منتظر قيامة الاموات وحياة مضاريات ان قشتم القائد انت يا نصاصي سنتني للموت نبيون انت شيني خم بكوجاي اوه كان النوفي نان افول شليل ارني باسي ايها السيد ربي يسوع المسيح الهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين ورسل الأطهار قائلا إن أنبياء وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترونه ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعونه فلم يسمعوا أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع فلنستحق أن نسمع وأن نعمل بأناجيلك المقدسة بطلبات قديسي صلوهم لجوج المقدس يا رب رحم أذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أوصونا وأمرونا أن نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا وتضرعاتنا التي نرفعها إليك أيها الرب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا رب نياحهم مرضى شعبك اشفيهم لأنك أنت هو حياتنا كلنا خلاصنا كلنا رجاؤنا كلنا شفاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا يا مروج جسف خنتك لسي أنت باب لا فينا فنجاني اتسوتو نووف ايه اوه نو اوه اوه جنسو بيفو وفشايني قطع التكسيس الملشي سيدي Ben
ليوت نيفس كوبو صافا سيوفيلو شوي سيفي عربتنون Sitemi tavo se okoso men tage evangelio. Maro kirvlogo son kata mar kona gentana nozme. Asi kireye. Kufu mekhafetna mam Allah wa nsedul nasma al injil al mukaddas. Fasum injil mari muallimna Markus al Bashir. Atilmizu Tahir barakatahu. من تراتي المزامير أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا آمين. الرب نظر من السماء على الأرض ليسمع تنهد المغلولين ليخبروا في صهيون باسم الرب وتسبحته في أورشليم. فليرفعوه في كنيسة شعبه وليباركوه على منابر الشيوخ لأنه جعل أبوة مثل الخراف. يبصر المستقيمون ويفرحون أقسم الرب ولن يندم أنك أنت هو الكاهن للأبد على طقس ملكي صدق. الرب عن يمينك يا أبانا الطباو المكرم رئيس الكهنة البابا الأنبت أودروس الثاني وشريكك في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبس أوفيلوس. الرب يحفظ لنا حياتكما. مبارك ولات باسم الرب ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. ثم جلس يسوع قدام خزانة الهيكل وكان ينظر كيف يلقي الجميع نحاسا في الخزانة وكان أغنياء كثيرون يلقون كثيرا. فجاءت أرملة مسكينة فألقت فلسين قيمتهما ربعون فدعا تلاميذه وقال لهم الحق وأقول لكم إن هذه الأرملة الفقيرة قد ألقت أكثر من جميع الذين ألقوا في الخزانة لأن الجميع من فضلتهم ألقوا وأما هي فمن أعوازها ألقت كل ما عندها وكل ما عيشتها. يا أبانا الذي في السماوات أيها السيد الرب يسوع المسيح الابن الوحيد الذي قطع كبرات خطايانا الذي نفى وجه تلميذ القديسين اقبلوا الروح القدس من غفرتم لهم خطاياهم غفرت لهم رأسهم ومسكت أنت الآن أنعمت الذين يعملون في جنود في كنيستك المقدسة عن عبيدك آبائي وخطي وضعفي الخاضعين برؤوسنا من مجدك المقدس كنا رب أخطأنا عليك في شيء بعلم أو بعلم أو فعل أو بكذا القلب فأنت العارف كصالح ومحب للبشر اللهم اغفر لنا خطايانا باركنا طهرنا وحللنا وحل سائر شعبك. شوي سنينان شوي سنينان خنفران جوت نمشيري كري ليسون كري ليسون كري أفلوغسون تسبحت صلاة الساعة الثالثة من نهار ربارة نقدم المسيح ملكنا ولهنا نرجون يفلنا خطينا كثيرا مزامير ترتيب معلم نبينا داود النبي والملك الطاهر بركة وطلعين أمين يستجيب لك الرب في مشيتك انصرك اسمنا وكل سلام عليكم ربنا عني فنعزني شيئا عظمك ربنا من شمال يا جماعة مصفقوا بعدين. زوج صاص مشاطرين قيل معلمنا مار يوحنا بشياتي مزطار بركات علينا مين.
الحقيقة المعز الروح القدس الذي رسله باسمي فأعلمكم كل شيء أذكركم بكل ما قلته لكم. سلام أترك لكم، سلاما أنا أعطيكم، ليس كما أطر العالم أعطيكم. لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع، سمعتم أن قلت لكم أن أمضي سميت إليكم، لو كنتم تحبون لكم تفرحون أن أمضي الأب لأن أعظم مني، وقد قلت لكم الآن قبل أن يكون حتى ما تتأكدوا تؤمنون. لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم ليس فيه شيء، لكن لكي يعلم العالم أني أحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعل. قوم ننطلق من هنا كرم الحقيقة بالكرام، كل غصن فيه ليتسمر أكثر، كل ما سمر فيه ليتسمر أكثر. وأنتم من قبل القيام من أجل الكلام الذي كلمتكم به إثبتوا فيه أنا أيضا فيكم. والمجد من أبدا أمين تنوشم صصنا النوم أسواب جاكاس وطمنين أن روحك القدوس الرب الذي أرسلت على تمند قدسين أصلك المكرسة الثالثة هذه لتنزحهم منها صالح، لكن جددوا في أحشائنا قلبا كان في الله روح المسلم في أحشاء لا تترهم قدامك وروحك القدوس لا تنزحهم مني. أيها الرب الذي أرسلت روح قدسك على المجد سنوصلك المقرنسة الثالثة هذا لا تنصحوا منا الصالح، لكن أسألك أن تجددوا في أحشائنا يا ربنا يسوع المسيح من الله الكلمة روحا مستقيما ومحيا روح النبوة والعفة روح القداسة والعدالة والسلطة. أيها القادر على كل شيء لأنك أنت هدي نفوسنا يا مدين كل إنسان آتي العالم ارحمنا. يا ولية الأنت كرم الحاكي نعم من نقود الحياة نسألك تنوان نعم عمرو من أجل خلاص فوسنا. مبارك رب لهنا مبارك رب يوم بيوم يهيئ طريقنا لأنه لا خلاصنا. أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان ومالي لكل كنز الصلحات وموت الحياة هلما تفضل حلفينا وطهرنا من كل دنس يصالنا وخلص نفوسنا كما كنت مع تلميذك المخلص واعطيتهم السلام هلما ايضا كن معنا من احنا السلام وخلصت ونجي نفوسنا اذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب القيام في السماء يا والدة الاله انت هي باب السماء افتحي لنا باب الرحمن نسألك يا رب اسمعنا ارحمنا فينا خطايانا كثيرا امين. كري ليسون 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 يا رب ارحم قدوس 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 رب السماء والسماء والأرض حل يا رب افرحنا اللهم اجعلنا رب مساكنكم مشكور يا ابن السماء شوي سنينان شوي سنينان خلينا فران جوات نمشيري كري ليسون كري ليسون كيري يا فلوسون تصبح صلاة الساعة 6 و 9 النهار بارد نقدم المسيح ملكنا ولهنا نرجو نفلنا خطينا كثيرا مزامير 30 معلم نبينا داود النبي الملك الطار بركات علينا امين لاسمه زخصاص مشات النجيل معلمنا مريم التبشيرة تميز الطار بركات علينا امين طوب الرحمن المرحمون طوب الانكار قلب النام عينون الله طوب السنة السلام لأنام عدون ابن الله طوب المطردين من الجبر لأننا من كل سماء طوب لكم ستردوكم عيركم وقالوا فيكم نجد كل شهر كذبين افرحوا تلل لأن أجركم عظيم في السماء لأنما كسترد الانبياء الذين كانوا قبلكم أنتم من حلال دفئة فساد من حفظ مازي ملاح لا يصحب أدل شيء إلا أن يدرخ جندوس الناس أنتم نور عالم لأنكم انتخف مدينة كان على جبل ولا ينقدون السراج ندون تحت المكيال بلدون على المنارة فيدير كل من في البيت أكذلك يدي نراك قدام الناس لك يا رامل كن سلاح من جاك للسماء والمجد من أبدين أمين تنشو مصاصن النماس وام جاك يا سوت من نينان يا من في اليوم السادس في الساعة سمرت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجرأ عليها أبونا دم في الفردوس مزق سخطينا المسيح لنا وخلصنا أنا صرخت إلى الله اللهم استجب صلاة ولا ترفض طلبتي التفت إلي واسمعنا عشي وبكر وقت زور كلمة كله فاسمع صوته يخلص نفسي بسلام يا يسوع المسيح لأن الذي سمرت على الصليب في الساعة السادسة قتلت الخطية بالخشبة وحياة الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت وابنك الذي مات بالخطية اقتل أوجعنا بلمك الشافية المحيا بالمسامير التي سمرت بها انقذ عقولنا
من تشلم العلوي والشهوات العالمية إلى تسكار أحكامك السمية كرافة. إذ ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من لكثرة خطايانا، فنحن بك نتوسل إلى الذي يدلمك العذر لنا كثيرة. شفاعتك مقبولة عند مخلصنا يا الأمة الطاهرة، لا ترفض الخطاة من شفاعتك عند الذي ولد منك، لأنه رحم وقادر على خلاص أن تعلم من أجلك ينقذنا، فلتدركنا رأفتك سريعا لأنك تمسكنا جدنا عيننا. يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك، يا رب نجينا واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوس. خلاص انفصلت الأرض كلها المسألة عند بساطة يديك طارتين على عدد الصليب، فلهذا كل ما تصرخ قائل المجد لك يا رب. نجو لشخص غير الفاسد أي الصلاة، طلبينا مغفرة خطيئة المسألة، لأنك بمشيتك سرعان تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العبد. نصرخ ليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحان أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم. يا رب المجد لك. أنت يا الممتلئ نعمة يا ولدة الإله العظيم، نعظمك لأن من قبل صليبك هبط الجحيم وهبط الموت أمواتا، كنا فرادنا استحققنا الحياة الأبدية، وأننا نعم الفردوس الأول من أجل هذا نمجد بشكر غير الميت المسيح إلهنا. قدوس الله قدوسك وقدوس الحي الذي لا يموت الذي هو الرحمن الرحيم. قدوس الله قدوسك وقدوس الحي الذي لا يموت الذي هو الرحمن الرحيم. قدوس الله قدوسك وقدوس الحي مجد لأبو الابن أساس قدس حمد سبحانه وتعالى شامك الشيوم. اللهم اجعلنا رب مساكين نقول بالشكر الحمد يا أبانا الذي في السماوات السلام عليك نسألك. دكساس مشانة تنجيل المعني من أمالي لوقا البشرة ميزو الطار بركات علينا أمين. لما رجع روس حد سوما فعلوا فازوا ما دخل انفراد إلا ما دخل من سبعية صيدة، فلما علمت الجموع طوفوا كمان وخدم قضى الله والمحتاجين الشفاء شفاء، وكان نهارك بدا يميل فتقدم إليه 12 وقال له اصرف الجموع لتبر كل محيط وكل استريحوا ويجدوا ما يأكلون في النار في مدى قرف، فقال له ما توم أنتم لأكلوا، فقال له ليس عندنا أكثر من 5 خبزات سمتين إلا أن نمضي نحن ونشتري ثمن هذا الشعب جميعه، كان هناك 5000 رجل، فقال للتمييز لتكفي كل مدى 50-50، ففعل هكذا تكون مجمعين، وأخذ الخمس خبزات سمتين ونظر إلى السماء وبارك وقسمها على التلاميذ لهم الجموع، فأكلوا جميعا وشبعوا ثم رفعوا ما فضل عنهم من كسر 12 كفة من لوح المجد لله دائما. والمجد من أبدين أمين. تنوشم صوت من الموت سواب جاكيس وتم النينين. يا من ذاق الموت بجسد فوقت الساعة التاسعة من أجل نحن الخطاة، أمد حواسنا جسمنا يا المسيح إلينا ونجينا، فليد توسل قدامك يا ربك قولك فهمني، لتدخل طلبات إلى حضرتك كلمتك أحيني. يا من أسلم الروح في يدي الآب عندما علقت على الصليب وقت الساعة التاسعة وأهديت اللص المصلوب معك لدخول إلى الفردوس، لا تغفل عنا يا الصالح ولا ترزني أنا الضال، بل قدس نفسي وأضيفهم واجعلني شركا لنعمة أسرارك المحية، لكي ما يزوزكت من أحسناتك وقدم لك تسبيح بغير فطور مشتاقا إلى بهك أفضل من كل شيء المسيح لنا ونجينا. يا من ولدت من البتول من أجلنا واحتملت الصلب يا الصالح وقتلت الموت بموتك وأظهرت القيامة بقيامتك، لا تعرض يا الله عن الذين جبلتهم بيديك، اظهر محبتك للبشر يا الصالح أقبل من والدك شفاعة من أجلنا، نجنا يا مخلص شعبا متواضعا، لا تتركنا للانقضاء ولا تسلمنا للدار ولا تنقض عهدك ولا تنزع عنا رحمتك من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك وإسرائيل قديسك. لما أبصر لص رئيس الحياة على الصليب معلن قال أن المصلوب معنا لا متجسد، ما كانت الشمس أخفت شعاع والأرض ماجد مرتعد، لكن القادر على كل شيء والمحتمل كل شيء اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. يا من قبل إلي اعتراف اللص على الصليب اقبلنا إليك يا الصالح، نحن المستوجبين حكم الموت من أجل خطايانا، نكر بخطايانا مع معترفين بأوليتك ونصرخ مع جميعنا اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. عندما نظرت الوالد الحمل والراعي مخلص العالم على الصليب معلقا قالت وهي باكية أما العالم فيفرح لقبول الخلاص، وما شافت التعب عند نظر إلى صلبوتك الذي أنت صابر عليه من أجل كل يا ابني وإلهي. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
حقيقة أنه من بإله واحد أفضل الآب ضغط الكل خالق السماء والأرض لا يرى ما لا يرى أنه برب واحد يسوع المسيح لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساو الآب في الجار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أي خلاص نزل من السماء استلم من الروح القدس من مريم العذراء طلب عنا الأرض والأرض من طيب أنا ما كبرى وقام به ويأتي له بالسادس كما بالقدوم صادر السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي يؤتينا الأحياء والأموات الذي ليس الملكين قضاء نعم نؤمن بالروح القدس رب المحيا المنبسط من الآب نجد الله ونمجده مع الآب والآب من مصر كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسمية ونعتبر المعمودية واحدة تظهر قيامة الأموات وحياة الدهر الآتي آمين. نعم نسألك يا رب اسمعنا ارحمنا في ناقتنا كثيرة آمين. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون يا رب ارحم. كريا ليسون كريا ليسون اسمعنا وارحمنا. كريا ليسون ارحمنا يا الله. كريا ليسون كريا ليسون كريا ليسون كريا ونمو طاير وطاير مو تمنى قات رياس فيوت نمشير ننبب لهم مع السواب وهرين نقود وانسوم كاس ونكنا وسيت كلسية انت افنوت يا امين اريئب ما ميخنا زورن تتوخني في اووي وسفك ساستي ابرتون اجيون تيميون زورون توتون كي كسيون ايمون كبروز فيرونتون كريالايسون مبشير ننبب نوم على السواب انوتي انوتي في زمروت انجيف نوتي فيوت بيبان تقراطور آمين في زمروت منوغانيس انشير يسوس بخريسوس بان شويس آمين في زمروت انجيف نوم على السواب
ام باراكليتون امين اسبانتي راقيون سيسيون صاقيون سنبن بمناقيون امين افلوقي طوس كيريوس اوسيوس استوس يونس امين نيس نوستيروز مواب شويس مرويز مورفن جنلا اوستيرو جاب افناي طاقرو ريقون اوه تم اسمين تيب شوين شوب شوين امين هللويا افتريك ايوك اغيوب نبما يوسف كيستوس تيرن يباسي يصب نغماتي مارن شبع متن تطفن بن افر بسناني ونعتف نوتي فيوتي بن شونسون بن نوتي ومسو ترسون برسون شفر اسكباز ينيقو نرباي سنين ونفاريرون افشوب تنفت عصوير ونفتيت ترمن تنشري طيون وصاي ان صفان مارن طرف بسند فريرون خم باي هوا صفان جان تكرا طرب شوي سبن نوتي رو سبن زاستي سيف نوتي بي بانتو كراتور افيوتم بن شويس اوه بن نوتي و بن سوتي ريسو اوز باخر استوس نشكورا نشكرك يا ربي على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وأعنتنا وحفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عضدتنا أتيت بنا إلى هذه الساعة قبولك يرحمنا الله ويطرف علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبات قديسي منهم بالصلاه عنا في كل حين وان يحفظ لنا وعلينا حياه ابينا البطريرك المعظم الباب الانبات ودروس الثاني وشريكه في الخدمه الرسوليه أبينا الأسقف المكرم الأنبا ساوفيروس وأن يجعلنا مستحقين أن ننال من شركة أسرار المقدسة المباركة لمغفرات خطايانا من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام وليالي حياتنا بكل سلامة مع خوفك كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان ممرة الناس الأشرار قيام الأعداء الخافين والظاهرين انزح عنا عن سائر شعبك عن هذه المائدة المقدسة التي لك وعن هذا الدير وعن موضعك المقدس هذا نيزي إصنانيف نتر نفري صحن مؤنان جنسوك بتاكتين برشين شنان إهو مجن إتشيل إنم إجن تقوم ترسن تبي جوجي جيسا
نجدك يا رب قدام هذا القداس الهي، اباء القمامسة، اباء الكسوس، الشمامسة، الاكريس، الشعب ضعفي يكونوا محلون فم الثالوث القدوس الاب والابن الروح القدس، فم كنيسه واحده مقدسه جماعه رسوليه، فم 12 رسول ناظر لها انجيل ماركوس الرسول، بطريرك قديس ساويرس معلمنا دسكورس، وقديس اثناسيوس الرسول، وقديس بطرس خاتم مشاريس الكهنه، القديس يوحنا فم الذهب، القديس اودوسيوس، القديس اوفيلوس، القديس ديمتريوس، والقديس كيريلوس، والقديس باسيليوس، والقديس غورغوريوس، فم 18 اثنين وخمسين من افسوس، فما بين ابا تدروس الثاني فم حقرات انه مبارك اسمك القدوس. Yeah.
ينتبي شاش فين عارشي أنجيلوس نمني طغم نغورا نيون بتشوي ريموت نان بيكو فولنتين النوبي Oh,
بولس من الرسالة لأهل روميا بركاته على جميعنا أمين. بولس عبد ليسوع المسيح المدعو رسولا المفرز لإنجيل الله الذي سبق فوعد به من قبل أنبيائه في الكتب المقدسة عن ابنه الذي صار من نسل داود بحسب الجسد ابن الله المرسوم بقوة بحسب روح القداسة بقيامة الأموات يسوع المسيح ربنا الذي به نلنا النعمة والرسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم على اسمه الذين بينهم أنتم أيضا مدعو يسوع المسيح إلى جميع الساكنين برومية أحباء الله المدعوين الأطهار النعمة والسلام من الله أبينا ربنا يسوع المسيح. فأولا أشكر إلهي يسوع المسيح من جهة جميعكم لأن إيمانكم ينادى به في كل العالم، لأن شهدي هو الله الذي أعبده بروحي في إنجيل ابنه، كيف بلا انقطاع أذكركم متضرعا كل حين في صلواتي لألا يسهل طريقي بمشيئة الله أن آتي إليكم، لأني مشتاق أن أراكم لكي أعطيكم نعمة روحية لثباتكم، أعني أن نشترك في تقوية قلوبكم بالإيمان الكائن فينا مع بعضنا بعض إيمانكم وإيماني. ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة إنني ها مرارا كثيرة أستعد أن آتي إليكم ومنعت إلى الآن لكي أنال منكم أنتم أيضا ثمرة كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة والحكماء والجهلاء، فهكذا هو اجتهادي الموجود لدي أن أبشركم أنتم أيها الساكنون في روميا، لأني لا أستحي بالإنجيل لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني، لأن فيه بر الله يظهر بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيا. نعمة الله الآب تحل على أرواحنا يا أبا أخوتي. الكاس لكون فصل مرسات معلمنا يعقوب الرسول بركاته على جميعنا أمين. يعقوب عبد الله وربنا يسوع المسيح يهدي السلام للإثنى عشر سبطا الذين في الشتات، كونوا في كل فرح يا إخوتي إذا وقعتم في تجارب متنوعة، علمين أن تجربة إيمانكم تنشئ صبرا، وأما الصبر فليكن فيه عمل تام لكي تكونوا كاملين وإصحاء غير ناقصين في شيء. وإن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيعطي له، وليسأل بإيمان غير مرتاب، لأن المرتاب يشبه أمواج البحر التي يغبطها الريح ويردها. فقل لنا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من عند الرب، لأن الرجل ذو الرأيين هو متقلقل في جميع طرقه، وليفتخر الأخ المتواضع بارتفاعه، وأما الغني فباتضاعه، لأنه كزهر العشب يزول، لأن الشمس أشرقت مع الحر فيبست العشب وانتصر زهره وفسد جمال منظره. أكذا يزبل الغني أيضا في كل طرقه. طوبى للرجل الذي يصبر في التجربة، لأنه إذا صار مختارا ينال إكليل الحياة الذي وعد به الرب للذين يحبونه. فلا يقول أحد إذا جرب أن الله قد جربني، لأن الله غير مجرب بالشرور وهو لا يجرب أحدا، ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوة نفسه. ثم إن الشهوة إذا حبلت فإنها تلد خطيئة، وأما الخطيئة إذا كملت فإنها تلد الموت. لا تضل يا أخوتي وأحبائي، كل عطية صالحة وكل موهبة تامة فهي من فوق نازلة من عند أبي الأنوار الذي ليس عنده تغيير ولا شبه الظل يزول. قد شاء فولدنا بكلمة الحق لكي نكون بكورة خلائقه، لا تحب العالم ولا الأشياء التي في العالم، لأن العالم يمضي وشهواته معه، أما من يصنع إرادة الله فإنه يبقى إلى الأبد. آمين. Oh, share it.
عرشي عنك الشرفي ستراتي فصل من أعمال أبائنا الرسل الأطهار المشمولين بروحك وبركتهم علينا أمين. إله المجد ظهر لأبينا إبراهيم وهو فيما بين النهرين قبلما يسكن في حران، وقال له أخرج من أرضك ومن عشيرتك وهلم إلى الأرض التي أريك إياها. فخرج حينئذ من الأرض من أرض الكلدانيين وسكن في حران، ومن هناك نقله بعدما مات أبوه
وأسكنه في هذه الأرض التي أنتم ساكنون فيها، ولم يعطه فيها ميراثا ولا وطأة قدم، ولكن وعد أن يعطيه ملكا له ولنسله من بعده، إذ لم يكن له ولد. وتكلم الله هكذا أن يكون زرعه متغربا في أرض غريبة، فيستعبدونه ويعذبونه 400 سنة، والأمة التي يستعبدون لها سيدينها أنا، يقول الله. وبعد ذلك يخرجون ويعبدونني في هذا المكان. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتزداد في هذه البيعة وكل بيعة. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الواحد، آمين. اليوم الثالث عشر من شهر كيهك المبارك أحسن الله استقبال وعاد علينا وعليكم ونحن وأنتم في هدون واطمئنان، مغفور الخطايا والأثام والزلات من قبل مراحم الرب يابي أخوتي أمين. في هذا اليوم استشهد القديس برشفيوس الراهب في أول عصر الإسلام، وقد كان مقيما في كنيسة بيمينة التي في فم الخليج، وكان يجاهد في عبادته بقوة، فكان يصوم يومين يومين ويقوم بمطنيات كثيرة وصلوات متواصلة. وحدث أن وشى به بعض الأشرار بأنه سب القضاء، فاستحضروه وعذبوه كثيرا، وأخيرا قطعت رأسه ونال كليل الشهادة. برك الصلوات فلتكن معنا أمين. وفي هذا اليوم أيضا تنيح القديس براكيوس، كان من الصعيد وترهب إبا حدير الأذيرة وهو ابن 20 سنة، وجهد الجهاد الكامل حتى ضجر الشيطان من حربه ووجهه قائلا أنه لا يزال باقيا لك في العالم 50 سنة أخرى، قاصدا بهذا أن يلقيه في الضجر. فأجابه الشيخ: لقد أحزنتني لأني كنت أظن أني سأعيش 100 سنة أخرى، ولهذا قد تونيت. وإذ كان الأمر كذلك فيجب علي أن أجاهد كثيرا قبل الموت. وبهذا تغلب على الشيطان الذي حاول أن يلقي في قلبه التواني، ومن ثم ضعف جهاده. وفي تلك السنة تنيح بسلام بعد أن قام في العبادة والنسك مدة 70 سنة. برك الصلوات فلتكن معنا أمين. وفي هذا اليوم أيضا تذكار تكريس كنيسة القديس ميصائيل الساح، بينما كان الأنبا إسحاق رئيس دير القلمون جالسا في ديره، تقدم إليه شاب فرسم على وجهه علامة الصليب كعادة الرهبان، وسمح له بالدنو منه، فاقترب وضرب ميطاني أمامه وقال له: يا أبانا الأنبا إسحاق، اقبل مسكنتي من أجل السيد المسيح، وساعدني على خلاص نفسي وأحسبني من جملة أولادك. فتعجب منه الرئيس لكونه دعاه باسمه وقال له: من علمك باسمي؟ فأجابه الشاب: النعمة الحل عليك هي التي علمتني. فقال له الرئيس: اجلس، الله سبحانه وتعالى يجعلك له هيكلا مقدسا، والآن اخبرني بأمرك. فأجابه الشاب: إني أدعى ميصائيل، وكان أبي محبا للعالم منشغلا به عن عبادة الله، وكان حزينا لحرمانه من النسل. وفي بعض الأيام استضاف شيخا راهبا قديسا وشكى له حزنه لعدم وجود ابن يرث غناه، فقال له الشيخ: اصلح طريقك مع الله المحب للبشر وهو يرزقك ولدا مباركا. فقال له: وكيف ذلك؟ فقال الشيخ: عيش عيشة الكمال واسلك بحسب وصايا الكنيسة المفروضة على المؤمنين، وواظب على الصلاة الليلية والنهارية، ولا تنقطع عن الكنيسة المقدسة، ويكون لك كاهن تستشيره في كل أمورك، فإذا فعلت هذا أنت وزوجتك بلغتما المقصود. ففعل والدي جميع ما أوصاهما به الشيخ الراهب، فتم كلام وحملت به والدتي كما حدثتني بذلك. لما بلغت 6 من عمري مات أبواي، فاهتم الأب الأسقف بأمر تربيتي وتعليم وتدبير أموالي. ولما اطلعت على الكتب المقدسة اشتقت للرهبنة وجئت إلى هنا. فسر الرئيس من كلام الشاب ميصائيل وسلمه لأحد الشيوخ، فتعلم منه كيف الجهاد والنسك، وبعد ذلك البسوا لباس الرهبنة وأسكيمها المقدس. ومن ذلك الوقت انفرد للعبادة والنسك،
وفي أحد الأيام حضر إليه أحد الإخوة فوجده واقفاً يصلي، ولما طرق باب قليته فتح له وصلي معاً، ثم تبارك من بعضهم البعض وجلس يتحدثان في الكيفية التي بهما يمكن التغلب على العدو الشيطان. فقال لهم قديس مصائيل: إن الشيطان يهرب من الصلاة إن كانت بحرارة. وبعد الفراغ من حديثهم الروحانية سبح الله، وخرج الأخ من لدنه، وبعد حين عاد فوجده واقفا يصلي قائلا: اللهم خلصني وانظر إلى ذلي واغسلني من اسمي، فإن أبي وأمي قد تركاني والرب قبلني. فلما رآه الأخ وقد دمر جسد والتصق جلده بعظامه بكى وقال له: لقد صار جسدك كالمحترق. فقال لهم قديس: أشكر الله الذي وهبني نور عيني وسمع أذني لأطالع الكتب المقدسة وأسمع كلمة الله، كما وهبني أيضا قوة للوقوف في الصلاة. ولما سمع رئيس الدير بنسكيات القديس مصائيل أتاه في أحد الأيام ليفتقده، فقال له مصائيل: أعلم يا أبي القديس أنه بعد 3 أيام يأتيك أناس المتشبهون بالجنود ويطلبونني منك، فلا تمنعني عنهم ولا تخف ولا تحزن، فإنها إرادة الله. ويعلم أيضا أنه في العالم في العام الآتي سيكون غلاء، ولكني سآتي إليك في ذلك الحين. فلما سمع الرئيس كلام هذا القديس اشترى كثيرا من الحبوب، وبعد أيام أتى القوم المتشبهون بالجنود وأخذوا القديس مصائيل ومضوا. ثم حدث الغلاء وقل وجود القمح كما أنبأ القديس بذلك. فجاء الوالي برجاله ليأخذ ما يجده في الدير من الحبوب، فظهرت له الجنود منعته من ذلك ورجع خائبا. فرحب الرئيس بهؤلاء الجنود وشكرهم، ثم قدم لهم طعام ليأكلوا. فقالوا له: نحن لا نحتاج إلى شيء مثل هذا. ثم برز من بينهم واحد وأمسك بيد الرئيس وانفرد به وقال له: أنا وردك مصائيل، وهؤلاء القوم المتشبهون بالجنود هم سواح، وهم الذين أتوا هنا في العام الماضي وأخذوني معهم، والآن سلك إلى أن تمضي إلى الأنبا سنصص أسقف بلدي التي تربيت فيها وأعلمه بخبري، وأطلب منه مال أبي، ثم ابني به الكنيسة على اسمي، ثم ادع أبان الأسقف لتكريسها. ففعل الرئيس بما قاله القديس مصائيل، واستلم من الأب الأسقف 700 مثقال ذهب و900 درهم فضة وكتب كثيرة و500 رأس غنم، عدل أقمشة والحلي والأواني، وهدم بيته القديم وشر ما يجاوره من أرض، وبنى هناك كنيسة. وفيما كان الأب الأسقف محتفلا بتكريسها، إذ بالقديس مصائيل قد أتى مع الآباء السواح وحضروا صلاة التكريس. وتقدم القديس مصائيل من الرئيس وقال له: إنك ستنتقل من هذا العالم في العام المقبل. وبعد ذلك عادوا من حيث أتوا. صلوات هؤلاء القديسين تكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، أمين.
بقوة بجوي إني أنا نشوك طا يدخني أنا إن إذبع إن سقو إطينو Theos, Agios, Cheros, Agios, Athanatos, O Ekbarthero, Ennetis, Eleis, Onimes, Agios, O Theos, Agios, Cheros, Agios, Athanatos, O Stavrotis, Dimes, Agios o Theos, Agios Echeros, Agios Athanatos, o Anastas ikton Nikeron, ke anerson estos oranos, eleison imes doxevetri keio, te Shneel, erin yabasiyem. Livmati. Atanim zul kuddesin oros latar al-mukaram minakail, an-nambiyan obraran kasirin. Ishtaun yaru ma'antum tarun, walam yaru an yasma'u ma'antum tasma'un, walam yasma'u. Amma antum, fatub al-ayinukum abtusura azanakum lana tasma'u. فلنستحق أن نسمع ونعمل بأوامر أناجيلك المقدسة بتلبط قديسي صلوا من أجل الإنجيل المقدس أذكر أدنيا سيدنا كل الذين أمرونا وصنا أذكرهم في صلاتنا وطلباتنا نرفع عليك يا رب إلهنا الذين سبق فرقد يا ربنا يحمل مرضى يشفيهم لأنك أنت وحياتنا كلنا خلاصنا كلنا شفاؤنا كلنا رجاؤنا كلنا وقيامتنا كلنا يا مروج في خنة إكليسية أنت بفلا Tem evritna niso, fina fingeniet so tono e feo no. Oh, oh, Savase o filo choice fiare tenon a elle Sete metavo vosio cosumento agio evangelio. Smarot, kir filogos on katalo kanagenta nanos me. Que fonde khafina me mella on sutra nas manegil al mukandas fasan jim bishara tenegil li malimna meri lo kal bashir. التلميذ الطار بركات عين امين المزامير تلاتي المعلم نبينا داود والنبي والملك الطار
بركات علينا من أنت يا الله ترجع وتترأف على سيون، لأنها وقت الترأف عليها، لأن الزمان قد حضر، لأن الرب يبني سيون ويظهر بمجده، لأنه نظر إلى صلاة المساكين. مبارك الآتي باسم الرب ربنا إلهنا ربنا يسوع المسيح من الله الحي الذي له المجد من أبدين آمين. من أجل أن كثيرين أخذوا في كتابة أقوال من أجل الأعمال التي أكملت فينا كما يسلمها إلينا الأولون الذين عينوا وكانوا خداما للكلمة. اخترت أنا أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب لك أيها العزيز سأفيلوس لتعرف قوة الكلام الذي وعزت به. كان في أيام هيرودس ملك اليهودية كاهن اسمه زكريا من أيام خدمة أبي، ومرأته كانت من بنات هارون واسمها إليصابات، وكان كلاهما برين أمام الله سالكين في جميع وصايا وحقوق الرب بلا لوم، ولم يكن لهما ولدون. إذ كانت إليصابات عاقرا وكان الإثنان متقدمين في أيامهما، فكان بينما هو يكهن في رتبة أيام خدمته أمام الله حسب عادة الكهنوت أصابته القرعة أن يرفع بخورا، فدخل إلى هيكل الرب وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مسبح البخور، فلما رآه زكريا اضطرب وقع عليه خوف، فقال له الملاك لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستحمل وتلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته، لأنه يكون عظيما أمام الرب، وخمرا ومسكرا لا يشرب من بطن أمه يمتلئ من الروح القدس، ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بروح إيليا وقوته ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار لكي يهيئ للرب شعبا مبررا. فقال زكريا للملاك كيف أعلم هذا، لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. فأجاب الملاك وقال له أنا جبرائيل الواقف قدام الله، وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا، وأنت تصير صامتا ولا تستطيع الكلام إلى اليوم الذي يكون فيه هذا، لأنك لم تصدق كلامي الذي سيتم في وقته. وكان جميع الشعب ينتظر زكريا وكانوا متعجبين من إبطاءه في الهيكل، فلما خرج لم يستطع أن يكلمهم، فعلموا أنه قد رأى رؤيا في الهيكل، فكان يشير إليه بيده وبقى صامتان. ولما كملت أيام خدمته مضى إلى بيته، وبعد تلك الأيام حبلت إليصابات امرأته وأخفت نفسها 5 أشهر قائلتان إنه كذا قد صنع بالرب في الأيام التي فيها نظر إلي لينزع عاري من بين الناس. والمجد لله دائما. بسم الآب والابن والروح القدس إلهنا واحد أمين. كل سنة وأنتم طيبين بتسبيح شهر كيهك الجميلة. اوعوا تنعسوا مني، أنا مش هطول عليكم، اوعوا تنعسوا. الشهر الجميل اللي بنصلي فيه لسه بردك أمامنا عدة ليالي في الصلاة. عندنا يوم الخميس إن شاء الله في العذراء إبلي الساعة 9 مساء، السبت إن شاء الله بالمطرانية 7 مساء، الثلاث إن شاء الله هيبقى هنا بردك تاني، يبقى المرة الثالثة إن شاء الله تبقى هنا بردك الساعة 9 بالليل. الخميس 30 هيبقى بالمطرانية الساعة 9 بالليل، ورأس السنة هتبقى في الكاتدرائية إبلي هتبقى الساعة 10 مساء، والسبت إن شاء الله بالمطرانية هتبقى 7 مساء. دول هم كده الفترة اللي جاية، ده الجدول بتاعي أنا، غير طبعا بتاع الكنائس ده كده اللي هي السهرات اللي هسهر فيها، غير طبعا بتاعة الأطفال لسه عندي بني عادي، عندهم القصور، عندي الجولي. كده في حاجة تاني فضل 3 فضل بني عادي
والجولي ومن القصور هم دول اللي فاضلين كده. اعتبر ايه خدنا كم قريه فاضل هم الثلاثه دول في تسبيحه الاطفال ان شاء الله. نشكر ربنا طبعا على هذه التسبيحات الجميله في الكنيسه الجميله والعدد كتر عن المره اللي فاتت، ده تاني قداس لينا فيها. نشكر ربنا ونشكر قداسه البابا ونقول له كل سنه وانت طيب شهرك يهك، ربنا يخليك لينا ويديك الصحه ويصلينا دايما. نشكر نيافه الحبر الجليل الانبا ارميه على قناه ميسات النهارده مغطيه معانا السهره وبنشكره، وبنشكر القناه وكل العاملين في القناه والشباب. في شاب جاي مخصوص معانا بردك يحضر معانا النقل النهارده، والشباب بتوعنا بتوع الصفحه هم اللي بينقلوا لقناه ميسات، بنشكرهم بردك على تعبهم معانا في الفتره دي. حضر معانا النهارده اباء كتيره بصراحه، فانا هشكر واحد واحد كده بسرعه. حضر معانا ابونا يوسف قريه مسرح، ابونا توادروس، ابونا ماكسيموس، ابونا كريستوفر، ابونا انجيلوس بني سند وجايب مجموعه معاه يصلوا معانا، ابونا اسناسيوس، وابونا بجول جزيره المعبده بردك جايب مجموعه من الشباب بردك يحضروا معانا، ابونا بيمن، ابونا ساويرس، ابونا ارميه، ابونا بشوي، وابونا شنوده، وابونا توماس بردك جايب بردك مجموعه، وهو كان عنده النهارده تناصير بنته بردك ايه هنا في الكنيسه، يعني دي بردك هنا النهارده كان المعموديه اول مره نعمد فيها، كان اول من شويه كان في ولد، ودي البنوته كده ولد وبنت اول اتنين ينزلوا المعموديه النهارده. ومن الدير الشرقي معانا ابونا تدرس والاخ بفنوتيوس والاخ فام، ونشكرهم على تواجدهم معانا في هذه الليله الجميله. انا هتامل معاكم في حاجه صغيره خالص خالص، عشان ايه انتوا لو طولت شويه عليكم هتنعسوا مني. صوم الميلاد هو صوم العمق، ركزوا معايا في الحته دي. صوم الميلاد هو صوم العمق، يعني ايه؟ يعني نخش في الاعماق. صوم الميلاد هو صوم العمق. صوم الميلاد احنا عارفين هو 43 يوم، 3 بتوع نقل جبل المقطم وال40 يوم بتوع استلام الشريعه بتوع موسى. في سفر الخروج اصحاح 34 يقول ايه؟ وكان موسى عند الرب 40 نهارا و40 ليله. ركزوا في الكلمه، وكان موسى عند الرب. وكان موسى عند ربنا 40 يوم و40 ليله، 40 نهارا و40 ليله، لم ياكل خبزا ولم يشرب ماء، فكتب على لوحين كتاب العهد الكلمات العشر. موسى دخل في العمق فاخذ الشريعه. موسى اخذ دخل في العمق، ما كانش زي الشعب قاعد تحت، ولا كان مثلا زي الشعب قاعد يدور على اله يسير امامه فراح ايه خدوا الذهب من حلقان السيدات وراحوا لهارون قالوا له اعمل لنا الها يسير امامنا، لان موسى هذا لا نعلم ماذا اصابه. لكن موسى كان في العمق، عشان كده صوم الميلاد هو صوم العمق. لما نشوف الثلاث ايام التانيين نقل الجبل المقطم في ايام البابا ابراهام ابن زرعه، وكان طبعا الشعب كان مثقل بالصوم وبالطلبه والتضرع، لان هم كان في حاله يعني يا يعيشوا يا يموتوا. في ايه عايزينها في الكتاب المقدس تتنفذ، وعمرهم ما سمعوا ان الايه دي حد نفذها. ان كان لكم ايمان مثل حبه خردل فليكن هذا الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل. طبعا كان معاه القديسه معان الخراز وانتقل الى جبل المقطم. دخلوا في عمق التجربه وعدوا، دخلوا في العمق وعدوا، عشان كده صوم الميلاد هو صوم العمق. هتأمل معاكم في ثلاث حاجات في العمق في صوم الميلاد: العمق في الإيمان، العمق في المحبة، والعمق في التسبيح. العمق في الإيمان، والعمق في المحبة، والعمق في التسبيح. العمق في الإيمان، بطرس الرسول خلي بالكوا له تاريخ طويل قوي قوي في الإيمان مع ربنا يسوع المسيح. وبطرس اتقال له كلمة ما تنفذتش في ساعتها، قال له تعالى هخليك صياد الناس. كان واحد بيصيد سمك، قال له تعالى بدل ما تصيد سمك هخليك صيادة للناس.
الآية دي تنفذت إمتى؟ أو بطرس عاشها إمتى؟ أو شافها إمتى؟ بعد قيامة ربنا يسوع المسيح وحلول الروح القدس والصعود والفترة دي كلها. يعني الآية دي ما شافهاش في ساعتها، ده شافها بعد القيامة وبعد الصعود وبعد حضور الروح القدس. وقف وعظ عظة وإيه ضم إيه 3000 نفس. هنا أصبح صياداً للناس، هنا أصبح صياداً للناس. وخلي بالكم أنه بطرس في الإيمان ما كانش في العمق في الأول، لا ده مرة قال له لماذا شككت يا قليل الإيمان، ماذا شككت يا قليل الإيمان، لما جه يمشي على المية وراح إيه وراح غرق، قال له لماذا شككت يا قليل الإيمان. لكن ما دخلش في العمق غير بعد فترة مع ربنا يسوع المسيح عمق الإيمان وأصبح صياداً للناس. أبونا إبراهيم أبو الأباء عاش 180 سنة ودخل في العمق مع الله عند تقديم ابنه ذبيحة. دي كانت العمق، دي كانت العمق، دي اللي كانت هي إيه، دي اللي كانت فاصلة في حياة أبونا إبراهيم لما دخل في العمق وقال له تعال قدم ابنك ذبيحة. وإيه وربنا إيه قال له أنا خلاص عرفت محبتك ليا. هذا هو الإيمان، العمق في الإيمان. صوم الميلاد هو الدخول إلى العمق. يوحنا المعمدان اللي طبعا يعني سبق ربنا يسوع المسيح بستة شهور وكان يهيئ للرب شعبا مستعدا بالتوبة، خلي بالكو ده أعظم وريد النساء، دخل في عمق الإيمان والإيه وكان إيه بيجيب للناس إيه تعالوا تعالوا للتوبة، تعالوا ايه بيدخلهم في عمق الايه عمق التوبه، في عمق التوبه. خلي بالكو مهم جدا ان احنا نخش في عمق الايمان. عمق الايمان ده شيء مش سهل. استفانوس رئيس الشمامسه الشهيد العظيم، خلي بالكو اعمال الرسل يقول عليه ايه، شخص الى السماء وهو ممتلئ بالروح القدس رأى مجد الله ويسوع قائما عن يمين الله وقال إيه، قال هنا أنا أنظر السموات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله. دخل في العمق، هذا هو عمق الإيمان. اوعى يكون إيمانك سطحي، اوعى يكون إيمانك بربنا يسوع المسيح هو ديانة خط أو خط اسمك ديانة في الرقم القومي، انك انت بس ايه تحمل بطاقة رقم قومي والديانة فيها مسيحي. لا، هنا ده يعتبر ايه، ده واقف على البر. الدخول الى العمق مهم جدا في الايمان، الدخول الى العمق، حياة الايمان مع ربنا يسوع المسيح دي مهمة جدا. يجي بعد الايمان والدخول في الاعماق في الايمان نخش في عمق المحبة. عمق المحبة، خلي بالكم أنا بحب قوي قصة الابن الضال. قصة الابن الضال فيها ثلاث شخصيات، فيها الأب والابن الأكبر والابن الأصغر. الابن الأصغر كان كل محبته إن هو ياخد نص فلوس أبوه ويمشي، هذا هو كان إيه، كان هي دي المحبة بتاعته، بيحب المال ويحب الطرف، حب يعيش مرتاح، حب يعيش تحت البطانية في الشتاء دوة وياخد إيه وينبسط وإيه وآخر مزاج. ده كان هو الابن الأصغر. الابن الأكبر كل محبته وكل همه إن كان نفسه ياخد جديا يتمتع به مع أصدقائه، دي كانت إيه أمنيته، دي الأمنية العظيمة بالنسبة له، كان نفسه في حتة جدي يتمتع به مع أصدقائه. نجد المحبة في الأب. شو بقى الأب بقى كان بيحب الاثنين وكان بيحبهم بعمق، كان بيحب الاثنين بعمق. عشان كده خرج للابن الأكبر قال له تعالى، ده أخوك ده وكان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد، لابد أن نفرح، لابد أن نفرح، لأنه دخل إيه بيحب ولاده بعمق، كان يحب الأصغر والأكبر بعمق. العمق في المحبة نجد ربنا يسوع المسيح وبطرس بعد ما أنكروا والإنكار العظيم اللي حصل قال له إيه، أتحبني؟ ارعى إيه خراف، يكررها له 3 مرات، ارعى غنمي. العمق في المحبة
ربنا يسوع المسيح من عمقه ومحبته لنا يقول لنا أي مهمة جدا، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الظهر إيه، ويختم في إيه، في آخر يقول لك أمين، ويجي من عمق المحبة يوعدنا بإيه، وعد جميل، إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. هذه هي عمق المحبة. يبقى عمق الإيمان وعمق المحبة. العمق الثالث اللي عايزين نخش فيه النهاردة آخر عمق، هو عمق التسبيح، وده اللي احنا انتوا بتعملوه من ساعة ما دخلتوا الكنيسة هنا، هو التسبيح. عمق التسبيح خلي بالكم، أول اتنين قدموا ذبيحة، واحدة رفضت واحدة قبلت. قايين قدم من أثمار الأرض قربانا للرب، وهابيل أيضا قدم من أبقار غنمه ومن ثمانها. نظر الرب إلى هابيل وقربانه، لكن إلى قايين لم ينظر. واحد قدم الذبيحة بحب وإيمان وعمق، والتاني إيه قدم الذبيحة كده إيه قدمها وخلاص. لأ، اللي يقدم ذبيحة وذبيحة التسبيح دي ذبيحة، اللي يقدم ذبيحة التسبيح لابد أن يقدمها بعمق عشان ينظر الرب إلى قربانك وإيه ويتقبله. يعقوب أبو الآباء بنى مذبحا ودعا المكان بيت إيل، بيت الله، لأنه هناك ناظر له الله، ظهر له الله، وإيه عندما هرب من وجه إيه أخيه. كل أبائنا كان المذبح بالنسبة لهم ده إيه، ده الأساس في حياتهم. عشان كده الدخول في عمق التسبيح ده شيء مهم. أكتر واحدة دخلت في عمق التسبيح لدرجة إن هم افتكروها سكرانة كانت حنة أم صموئيل. حنة أم صموئيل كانت في الهيكل وقعدت تصلي بقلبها وشفتاها إيه تتحرك دون صوت. صلت في الهيكل وهي مرة النفس، صلت وبكت ونزرت. وكان إذ أكثرت الصلاة أمام الرب وعالي يلاحظ فاها، فإن حنة كانت تتكلم في قلبها وشفتها فقط تتحرقان، صوتها لم يسمع، ظنها عالي إنها سكرانة. وزعل منها، قالت له أنا مش سكرانة، ده أنا امرأة مرة النفس. دخلت إلى العمق، دخلت إلى العمق. داود النبي في مزمور 130 يصلي مزمور مهم جدا لازم نبقى عارفينه: من الأعماق صرخت إليك يا رب، اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغطين إلى صوت تضرعي. يونان صلى بعمق في بطن الحوت. يونان ما صلاش هو على المركب، ما صلاش هو على الأرض، صلى بعمق هو في بطن إيه الحوت. ودانيال النبي العظيم صلى بعمق هو في جب الأسود، فأرسل الله ملاك وسد أفواه الأسود. والثلاث فتية اللي بنغني بتسبحتهم في كيهك بردك في أتون النار صلوا، والنار بالنسبة لهم كان زي الندى البارد. هذا هو العمق في التسبيح، هذا هو عمق التسبيح. يبقى العمق في الإيمان والعمق في المحبة والعمق في التسبيح. هذا هو الصوم الذي نحن نصوم الآن، صوم الميلاد، هو صوم العمق، صوم العمق في الإيمان والمحبة والتسبيح. ربنا حافظ عليكم ويبارك في حياتكم، ولإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته إلى الأبد أمين. بابا 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 بابا
انت فكان النوفي مانيفو وبمشوي سريه بمليوت سوى من تيكيوت أبث وفيلوس بمسطوبوس انت فكان النوفي مانيفو والجيب اسمروت انجيبيوت بمشيري Il Bibro Sefshis سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية صلوا مجد أجل سلامة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية هذه الكهنة من أقاصي المسكونة إلى أقاصيها كل شعوب وكل انقطاع باركما السلام التي من السماوات انزل على قلوبنا جميعا بل وسلام هذا العمر انعم به علينا انعام الرئيس الجمهوريه والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيراننا ومداخلنا ومن خرجنا زينهم بكل سلام يا ملك السلام اعطنا سلامك لان كل شيء اعطيتنا اقتننا لك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا يقوى علينا نحن عبيدك موت الخطية ولا على كل شعبك أيضا فنسأل الله إله ضبط الكون أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب بطريركنا الباب المعظم الأنباء تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الطباوي الأنبا ثاوفيلوس صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس ساقبة المدينة العظمى الأسكندرية وشريك في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا ثاوفيلوس وسارة ساقفتنا الأرثوذكسيين حفظا احفظهم لنا سنين كثيرة وأزمنة ثلمية مكملين رأس الكهنوت المقدسة التي تمنتهم عليها من قبلك كإرادتك المقدسة الطوبوية مفسرين كلمة الحق باستقامة راعين شعبك بطهارة وبر وجميع الأساقف الأرثوذكسيين والقمامسة والقساوسة والشمامسة كل امتلاك كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية انعم عليهم بالسعة وبالسلام والعافية في هذا الموضع وصلواتهم التي يصنعون عنا كل شعبه وصلواتنا نحن أيضا على بل إليك على مذبحك المقدس الناطق السمائي رأت بخور فسرع ذهم الذين رأوا
والذين لا يرون اسحقهم واذلهم تحت أرجلهم سريعا، أما هم فاعبدهم بسلام وعدل في كنيستك المقدس. لنون مار انتف نوتي بي بانتو كراتور افيو تن بن شوين سو بن نوتي وبن ستير اسوس بارستوس تن تيو تن تو بن تكمت اغاسوس بي ماي رومي اذكر يا رب اجتماعتنا باركها صلوم لاجل هذه الكنيسة المقدسة اجتماعاتنا أعطي أن تكون لنا بغير مانع والعائق نصنع كمشيئتك المقدسة الطباوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة انعم بها لنا رب العبيدك الاتين أبعدنا إلى الأبد قم أيها الرب للا تفرج جميع أعدائك وليهرب من قدامك كل مغدي اسمك القدوس أما شعبك فليكن بركة ولفلوف ربوات ربوات يصنعون إرادتك المقدسة إن صوفيا سبروسكم من كريا ليسون كريا ليسون خنوم اسمي Terni pasi, ya Allah, al-Azim al-Abad al-Lazi jamal al-insan ala ghairi fasad, wal-maut al-Lazi dakhal al-alam bhasad iblis, hadamtahu bi-zuhur al-muhyi al-Lazi ibnak al-wahid, Rabbana wa ilahuna wa mukhallisna. يسوع المسيح وملأت الأرض من السلام التي من السماوات هذه التي عساكر الملائكة يمجدونك بها قائلين المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام في الناس المسرة صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطائرة الرسولية بمسرتك يا الله املأ قلوبنا من سلامك وطهرنا من كل دنس ومن كل غش ومن كل رياء ومن كل فعل خبيث ومن تذكار الشر الملبس الموت واجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نقبل بعضنا بعضا بقبلات مقدسة لكي ننال بغيركم في دون منهومة غير متسم المسيح
ربنا قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي يسوع المسيح ابن الله الحي اسمعنا وارحمنا. تقدموا، تقدموا على هذا الرسم، قفوا بخوف ورعدة وإلى الشرق انظروا ننصت. الله الآب ونعمة الابن الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. مستحق ومستوجب، مستحق بالحقيقة وعادل أن نسبحك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونمجدك أيها الواحد وحده الحقيقي الله محب البشر الذي لا ينطق به غير المري غير المحوي غير المبتدي الأبدي غير الزمان الذي لا يحاد غير المفحوص غير المستحيل خالق الكل مخلص الجميع غافر خطايانا منقذ حياتنا من الفساد مكللنا بالمراحم والرافات أنت الذي يسبحك الملائكة ويسجد لك رؤساء ملائكة أنت الذي يباركك الرؤساء
ويصرخ نحوك الأرباب. أنت الذي ينطق السلاطين بمجدك، أنت الذي ترسل القراسي، لك الكرامة ألوف ألوف، وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة. أنت الذي يباركك غير المرئيين، وأنت الذي يسجد لك الظاهرون ويصنعون كلهم كلماتك يا سيدنا. أيها الجلوس خفوا سيد الرب الإله الحق من الإله الحق الذي أظهر لنا نور الآب الذي أنعم علينا بمعرفة الروح القدس الحقيقي. الذي أظهر لنا هذا السر العظيم الذي للحياة، الذي ثبت قيام صفوف غير المتجسدين في البشر، الذي أعطى الذين على الأرض تسبيح السرافيم، اقبل منا نحن أيضا أصواتنا مع غير المرئين، احسبنا مع القوات السمائية، ولنكن نحن أيضا مع أولئك إذ قد طرحنا عنا كل أفكار الخواطر الشريرة، ونصرخ بما يرسله أولئك بأصوات لا تسكت وأفواه لا تفطر، ونبارك عظمتك. كالشاروبيم والسيرافيم ستة أجنحة للواحد وستة أجنحة للآخر، فبجناحين يغطون وجوههم وبسنين يغطون أرجلهم، ويطيرون باثنين ويصرخون واحد قبالة واحد منهم، يرسلون تسبعة الغلبة والخلاص الذي لنا بصوت ممتلئ مجدان، يسبحون وينشدون
ويصرخون ويصوتون قائلين قدوسٌ قدوسٌ بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي قبلنا وخلقنا وضعنا في فردوس النعيم وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء بل تعتنا دائما بأنبياءك القديسين وفي آخر الأيام ظهرت نحن جلوس في الظلمة وظلال الموت بابنك الوحيد ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح هذا الذي من الروح القدس ومن العذراء القديسة مريم تجسد وتأنس وعلمنا طرق الخلاص وأنعم لنا بالميلاد الفوقاني الذي من الماء والروح واجعلنا له شعبا مجتمعا وصارنا أطهارا بروحك القدوس هذا الذي حب خاصته الذين في العالم وأسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا هذا الذي كنا ممسكين به مبعين من قبل خطايانا نزل إلى الجحيم من قبل الصليب أفطن في فول خني اسمه وتخن بماش ومتفش نافهم شويني في قوي أفهم سي ساتك قوي نمي فيوت إيه أفسون شنتي شفيو فاي اطف انهي فولين خيتف ايتي هاب ايتي اكوميني خين اوزي كونسيني فنهتم بواي بواي قطا نفقي في قوي أفكوزينا نخرم بين اشتم مستريون انت تيمت افسفيس افسش غارتي بقف مخيم بكوزموس اليسوس بستفو افنشي ان اويك جنف جيس وابناتاتش نيتسو ليب ومكاريون وهن رفطان خوم ناتيجي فاي بخن أفقشتم شويت فيها روك فيتي وينوت فيني بنتوني فيني طاف شبه موت أفز مؤيرو أفئر أجي أزين أمو افتي فينيتي نوفن اجيوس ما ستي سنا بسلسس اواب افقو اموس خذوا كل منه كل ان هذا وجسدي الذي يقسم عنكم وعن كسرين يعطى لمغفرة الخطايا هذا اصنعوه لذكري الا هو بالحقيقة
وكذا أيضا بعد العشاء خذت كأسا مزجت من عصير الكرمة والماء شكرا وباركها وقدسها. وذاق وعطلت لميز القديسين وصلاتها قائلا خذوا اشربوا منه كلكم لان هذا هو دم الذي العهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفره الخطايا هذا اصنعوه لذاكري. لأن كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذا الكأس تبشرون موتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني إلى أن آجي. آمين 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 بموتك يا رب المباشر وبقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماوات تعترف فيما نحن أيضا نصنع ذكرى الأيام المقدسة كما يتم الموات وصعود على السموات وجلوس عن يمينك والآب وزور الثاني من السموات المخوف مملوء مجدا نقرب لك قرابينك من أجلك على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال. اسجدوا لله بخوف ورعدات رسخ من آمين. هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا له. آمين آمين. هذا الكأس أيضا دما كريما العهد الجديد الذي له. أيضا آمين آمين. ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح وتفرغ خطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. اجعلنا مستحقين كلنا سيدنا نتناول من كتابك طهارة الأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيب راسا مع جميع القديسين الذين أرضوكم منذ البدء. أذكر رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية وصلوا من أجل سلام كنيسة الله الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. هذه التي اقتنيتها لك بالدم الكريم الذي لمسيحك احفظها بسلام وكل رأسك فالأرثوذكسيين الذين فيها. وأولا نذكر رب ابن الطباو المكرم رئيس الأساق فالبابا الأنبا تودروس الثاني وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم أنبا ساوفيلوس. صلوا من أجل رئيس كهنتنا البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني بابا وبطريرك ورئيس أساقف ذمتنا العظمى الأسكندرية وشريكه في الخدمة الرسولية بين الأسقف المكرم الأنبا ساوفيلوس وسائر أساقفتنا الأرثوذكسيين. والذين يفصلون معه كلمة الحق باستقامتين أنعم بهم على بيعتك المقدسة يرعون قطيعك بسلام. اذكر رب الكمامسة والكسوس الأرثوذكسيين والشمامسة. صلوا من أجل الكمامسة والكسوس والشمامسة والإبزياكونيين وسبع طامات كنيسة الله. كل الخدام وكل الذين في البتولية وطهارة كل شعبك المؤمن. اذكر يا رب أن ترحمنا كلنا معا. ارحمنا يا الله لا تغضى الكل. اذكر يا رب خلاص هذا الموضع المقدس الذي لا كل المواضع كل ديارات أبائنا الأرثوذكسيين. صلوا
من أجل خلاص العالم من يتنادي وسائر المدرى قريم والجزائر ولا ديورا شوبن خيتو خن بناتي انت افنوتي تفضل يا رب زور على وجه بنبات الحقل في هذه السنة باركها زور على وجه بنبات الحقل في هذه السنة لكي يبارك المسيح إلهنا لتنمو وتكسر لن تكمل بثمرة عظيمة وتحنن على قبلة التي صنعت يديه ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اصعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الارض روح ارسها ولتكسر اسمارها اعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليك باركك لي للسنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت لست تعطيهم طعامهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك يا معطيا طعاما لكل ذي جسد املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن قد يكون الكفاء في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح رب ورحم اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القربين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم اعطهم كلهم الاجر السمائي صلوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدماتنا والذين قدموا وصاني بنت بكمونو جي انيس انشيري اسرين رجفير ابي ارز مفين تنس وابنتك اريكتك سنب شويس انت كرف مفي انس وابتيرو ايه طفرانا كيس جنبي ني مارتيروس ني اومولوجيتيس نيم ابن فماني ذن ان اسمي طفقوك فول خين فناتي ان هو زيسس هو باسمين اوت توين بارسينوس ان سيوني ذن تي سيوتو كوسس اواب تي جي يا ماري يا سيطا سيقي في افنوتي بلوغوس خن امي اسمي والقديس يوحنا الصابق تصابق والشهيد والقديس استفانوس رئيس الشمامسة وللشهداء وناظر للانجيل ماركوس الرسول الطاهر والشاهد والبطريرك القديس ساويرس معلمنا ديسكوروس والقديس اثناسيوس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء رئيس الكهنة والقديس يوحنا ذهبي الفم والقديس ثودوسيوس
والقديس أوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كيرلوس والقديس باسيليوس والقديس غرغوريوس الناطق بالإلهيات والقديس غرغوريوس صنع العجب والقديس غرغوريوس الأرماني والثلاثمائة وثمانية عشر مجتمعنا بنيكيا والمائة وخمسين بالقسطنطينية والمائتين بأفسوس وأبانا الصديق العظيم الأنبا أنطونيوس والبار أنبا بولا والثلاث أنبا مقرات القديسين وجميع أولادهم لباس الصليب وأبانا أنبا يحنس القمص وأبانا أنبا بشوي البار رجل الكامل حبيب مخلصنا الصالح وأبانا أنبا بولا الطموح أسكال تلميذه وسيدين الأبوين القديسين الروميين ماكسيموس ودوماديوس وتسعة وأربعين شهيدا شيوخ شيت وكو قديس أنبا موسى ويحنس كمان القس وأبانا أنبا دانيال القمص وأبانا أنبا سزرس القس وأبانا أنبا بخم صاحب الشركة وتدرس تلميذه وأبانا أنبا شندرس المتحدين وأنبا ويسا تلميذه والقديس أنبا إبراهام أسقف الفيوم وجيزة والقمص ميخائيل البحر المحراقي تلميذه والعظيم في البطاركة البابا كيرلس السادس والعرش زياكن حبيب جيرجس نمبخوروس تير انتنيس وبنتك نيئت فوليتين نوتي هونم نوتوف ناين انتير وفسوب اوه ما تقون ازف بكرانس اوه اطاف موتي اموب اهري اقون نيت اوش ماروت النيران نيوتس اواب بطري يارشيس اطاف انكود ابسوش مامتن وتيرب تبكال النوبي نانيفون اريبو اسمو اسوه شوفين من عبين دوك ساسين كيرية كيرية ليسون كيرية ليسون كيرية لوغيسون كيرية أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كورة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمائية في ذلك الموضع ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان احفظنا في إيمانك وانعم لنا بسلامك إلى التمام لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس
قد نشكر الله ضابطك كل أبا ربنا لأن مخلصنا يسوع المسيح لأن وجعلنا نقف في هذا الموضع المقدس نرفع أيدينا لفوق ونخدم اسم القدوس هو أيضا فنسألنا وجعلنا مستعدين لشركة وصعود أسراره الإلهية غير المائتة. آمين. خريستوس انجبان توكراتور بشويس بنوتي امين امين برونس افكزاستي بالنوتي بزمير غوس إن أوريتوس بأخوريتوس إن أتريبتوس كامتريتوس بيتو أوربن بف أوين إن أليسينوس بف مونوغانيس إن شيريسوس بخريستوس بلغوس بأيزيو أوس خن كان فين باتريكون زيا بنتوس عفيا شو بخنتي مترام بارسيني كامول انتوس اسماس في صايم بارسينو سيزو بيش ديس بارسيني يالكا انو في حدنه الابوية كل حين اتو حل في الحشاء الباتولي غير الدنس ولدته وهي عزراء وباتوليتها مخ توما كيريا ليسون كيريا ليسون يا رب رحام إذ الملائكة تسبع ساكرة سماترة الله صارخين قائلين قدوس 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 رب الجنود السماء والأرض مملوءة مجدك المقدس هكذا أيضا نحن الضعفاء الخطاة اجعلنا مستعكين معهم يا سيدنا الصالح محب البشر لكي بقلب طاهر نسبحك معهم روح قدس الثالوث القدوس المساوي نرفع عيننا لفوق إليك يا الآب القدوس الذي في السماوات نقول جي بنيون الذي في السماوات لنقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكون مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي غدا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن أجرنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. Yeah.
انصتوا بخوف الله. آمين. إرني باسي اسكن يا رب اجتماعاتنا باركها اصلها كان وما روحك ننصت بخوف الله. عيد يا رب ورحم يا رب ورحم يا رب ورحم. الكون سات لقدس مبارك الرب يسوع المسيح من الله وقدس الروح القدس امين. اهلنا بالقدس واحد روح القدس واحد هو الروح القدس إرني باسي إتقدم باتي سوما جيون كيما تيميون الإسنون يسو خريستو توتو سيو منمي أجيون تيميون سوما كيما الإسنون يسو خريستو توتو سيو إيمان أمين. آمين. 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 آمين 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 آمين. اعترف نفسنا خيرا هذا وجسد المحنز ابنك الوحيد ربنا الآن مخلصنا يسوع المسيح أخذوا من سيداتنا ملكاتنا وكل قدس الطهرة مريم جعل وعد ملعود باختلاطهم زين وتيروا اعترف الاعتراف الحسن هم بلاس بنتي أسلموا الخشب السلام القدس براد وحد عنا كلنا بالحقيقة ومن أن الهود وفرقنا صد لحظة وحدة ولا ترفت عيني وعطانا خلاص وفر خطايا حياة أبدية لمن يتناول منه أؤمن 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 هذا بالحقيقة أمين. أن هذا هو بالحقيقة آمين. أطلب أن عن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيدنا الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السامية.